سيادنا السلام عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من نشرة سبيسيال. نزربوا عليكم بهم العناوين. الإساءة كتستمر للرسول وهذا المرة بفيلم. تزنبقنا في موزنبيق من وراء أبو زبال كيبانوا المستاجات. ابقوا معنا. براءة المسلم فيلم مسيء للرسول صلى الله عليه وسلم من إنتاج مطور عقاري إسرائيلي أمريكي، تخسرت عليه 5 مليون دولار وتجمعت من 100 متطوع إسرائيلي. الغرض باش يبينوا الإسلام ديال الكراهية والنفاق. هاد الناس ما بغاوش يقيلونا. راه إسرائيل عارفة الديانة ديالنا وعارفة أحسن منا، وكانوا عارفين بقدوم الرسول قبل منا، وسبقونا لشي حوايج باش يسيروا العالم على إيديهم، وعارفين بأن الإسلام دين تسامح والتوحيد والأخلاق والمعاملة الحسنة. وداك الشيء علاش هما كيشوهوا الصورة ديال الدين وديال الإسلام بأي طريقة. راه دين الإسلام ماشي ديال المسلمين غير بوحدهم، راه ديال كافة الناس وديالهم حتى هما، ولكن هما ما بغاوش. ولا بغيتوا تعرفوا شنو هو الإسلام، راه كاين القرآن اللي فيه كلام الله وفيه كل شيء على الإسلام وعلى الديانة تاعنا. رفعت الأقلام وجفت الصحف. المغرب كيخسر عاوتاني ضد موزمبيق بجوج لزيرو. الهدف الثاني كان بسبب الحارس اللي ما عنده حتى شي خبره كافيه باش يحبس مزيان في الماتشات الكبار. شي ناس كيردوا اللوم لكيريتس بانه ما عرفش يستعزل ويحط لعابه في بلايصهم، وكيطالبوا باستقاله ديالو ورجوع الزكي. وغيريز كيشوف بان الديفو تاع المنتخب اللي مابقاش باغي يلعب بواحد الروح رياضيه ويتقاتل على التوني تاع بلادو. والجامعه عاطيهم كلشي، ماكله شراب، فين يترينيو، فين ينعسو، كلشي موجود. دابا الديفو ديال من؟ شكون اللي دابا كيرجع ليه السباب في الخسارات اللي عرفها المنتخب الوطني؟ واش هو مدرب غيريز؟ بي منتخب، سي جامعه كره القدم، دي جواب دي كمبيوتر. اعطينا الاجوبه عافاك. كره القدم راها فن وماشي غير رياضه، والفن راها لغه واحده، واخا تجيب بنادم من الاخر تاع الدنيا غيوصل لك الفن ديالو. مثال البارسا ولا الريال ولا اي فرقه فيها ناس مخلطين من العالم كامل، والمدرب حتى هو وتا واحد فيهم ما كيفهم الاخر، وانما ملي تحط لهم كره كيتفاهموا. حنا خاصنا فنانين من غير انهم يكونوا كويريه، والمدرب من غير تجربه خصو حتى هو يكون فنان، والناس اللي خصهم يعزلوهم حتى هما يكونوا فنانين. والله يجيب لينا من يفهمنا وينقص علينا هذه الفقصه. من الشهر اللي فات وفي شهر رمضان بانت واحد الظاهره جديده تعرفات على البنات بالمستاشات. اجي وشكون هاد المستاشات؟ واش هما الناس اللي كينوض لهم مستاشات؟ المهم على حساب التعريف اللي لقينا في لي باج، المستاشه هي تمشي وتغني وتهضر باللبنانيه والخليجيه والمصريه، هي اللي تعري الحمه على ود 10 درهم تاع الروشارج، هي اللي تضرب الشيشه وتصاحب مع كل شيء في دقيقه، هي اللي تقول مها راني قاريه بالعشيه وتقهوى مع واحد قد باها. وي ماما لا قاري العشيه كامله بسلامه، ترى عندي فرد واعر. هي اللي مفرقه نمرتها على كل شيء اللي سوا واللي ما يسواش، هي اللي تهضر على صاحبتها في دارها، هي اللي تسلف من عند صاحبتها الحوايج ودابز معاها باش من بعد تردمش ليها، والى اخره. وناضوا شي بنات وصابوا لاباج ديالهم وكتبوا عليها مستاشات وانا افتخر، باش يبينوا لهم انهم ما معقداتش كما كيقولوا لهم. ولكن راه ماشي البنات كاملين المستاشات، من غير الا كانوا داكشي اللي كيديروه كيطبق على داكشي اللي كتب عليهم في الصفحات. ايوا زير تعيش مخير. سيادنا سالينا الاخبار ديال هاد السيمانه، موعدنا كيتجدد السيمانه الجايه ان شاء الله باخبار جديده ومتنوعه. ما تنساوش تراسلونا بيان سور في الموقع الاوفيسيال ديالنا اللي هو مامبيس اوف، ولا كان عندكم شي كومونتيرات ما تبخلوش علينا بهم. كان معكم لوريكي محمد من نشرة سبيسيال، دوزوا بخير. وي كوب كوب.